السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم حين نحضروا مع بعض كيفية التحضير المبصص، وكاين اللي يقول المبصص، كاين اللي يقولوا الحرشة. أخواتنا المغاربة يقولوا محرشة، وكاين اللي يقولوا المحكوكة. أولا واش راح نحتاج؟ راح نحتاج 3 كيلات تاع الحرشة، اللي هو سميد الخشن اللي نديروا به القلب، اللوز والمقرود. نحتاجوا كيلة، نصها زيت الزيتون ونصها سمن. نحتاجو الحليب، يعني ما على باليش حنا شحال راح يدي، راح نشمخها بالحليب ماشي بالماء، نمها بالحليب. نحتاجو ملعقة صغيرة فقط تاع خميرة الحلويات. نحتاجو رشة ملح ورشة سكر. نقطة مهمة جدا، أنا الكاس اللي كيلت به اللي كيلت الحرشة تاعي غربلتها مليح، نحطها هكايا في الجفنة. اولا نحط رشه ملح هكذا مع رشه السكر، نضيف ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. انا عيني هي ميزاني، ما تكثرش بزاف. نحط خلط مليح هكذا، نحط السمن ديالي مع الزيت هكذايا باش ما يقعد لناش هذيك حاصلها في سمو في الكاس. راح ندير الحرشه تاعي داخل الكاس باش نخرج كامل الزيت هذيك اللي كاينه لداخل. هنا راح نبصص مليح السميد تاعي مع السمن وزيت الزيتون. ضروري جدا يعني قبل ما تبسوها مليح، قبل ما تجيكم المرملة تجيكم مبسس ناجح هكذا، حتى يشرب مليح ديدان هذاك الحرش تاعكم. يعني نخلطو هكذا واحد 5 دقائق، من بعد نخلوه يشرب واحد ربع ساعة باش تلموه. لكن راكم تشوفوا هنايا بعد ما خليته شرب مليح واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، الان واش راح نعمل؟ راح نلم بالحليب. كما قلت لكم كل واحد يدير الطريقه تاعو، انا نحب نلمو بالحليب يجيني طري بزاف. مازال مخصوص شويه، نزيدو شويه حليب نفتل، يعني كأننا رانا نفتلو، يعني ما تعجنوش باش يبقى لكم مرمل. هي الطريقة اللي نلمو بيها العجنة تاع البسس تاعنا هكذا. راهي تتلمي العجنة، يعني ما تشبخوش بزاف. نلم العجينة تاعي ونرجع. إذا هنا العجينة تاعي نحطها على طاولة العمل، نبدا ندورها هكذايا، نقعد نضغط ونلم حتى تتلم لي وتولي لي دائرة كبيرة. بعد ما حليتها كامل راح نجيها هكذايا من طرف باش ما تتفتتليش، تكون حاكمة روحها بزاف، لانه شمختها يعني خفيف فقط، يعني باش تحكم فقط، يعني كيما المقروط تشمخوهاش بزاف. من بعد نبدا نقسم بسم الله بهذا الشكل. هادو الحواف هكذا، يعني تقدر تحبوا تقطعوا بالطابع، تحبوا ديروها يعني كرات ومن بعد تضغطوا عليها يعني تبسطوها، يعني اختياري كل وحده واللمسه تاعها. لكن العجينه تبقى دائما نفسها هكذا.
انا نحب نديرهم مربعات ولا مقروضات كيما تحبوا. تكونوا درتوا الطاجين تاعكم يسخن وبعد تنقصوا له نار قليله. نحو هذوك لي شوت نجيبو هكذا المسس تاعنا نزيرو له هكذا الطروف نسقمو هكذا يا مليح كامل باش ما يتفتتلكمش على الطاجين. كيما راكم تشوفوا هنايا حطيته في الطابونه فوق الطاوه يطيب في الطاجين. ديروا على نار قليله جدا بصح الطاجين يكون سخنه من قبل هكذا باش ما يقعد لكمش خضر الداخل. كيما راكم تشوفوا انا نديرو خشين شويه عالي شويه هني كل واحد وطريقه تاعو. تقعدوا مره على مره تحركوا بهذه الطريقه باش يطيب لكم كامل كيف كيف. كما راكم تلاحظوا طاب ما شاء الله. يعني هاني قلبت هاد الزوج ومن بعد كي طيب على زوج وجوه واش نعمل؟ راح ناخذ نوقفها على طول يعني بالطول على بطولها باش طيب في الجناب. اذا هنا كما راكم تشوفوا كل ما نحي حبه تكون طابت نغطسها في زيت الزيتون هكذايا مده دقيقه ولا دقيقتين ونحوها. دان كيما راكو تشوفو هذه هي بصص الحرشة تاع نهار اليوم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة. إلا عجبتكم الوصفة عليكم غير تبارطاجيو الفيديو تشاركوه بين الأصدقاء تاعكم. نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. هنا من قبل ما نغلق الفيديو راح نقسم لكم هنا يا حبة باش تشوفو النتيجة نتاع البصص ديالنا. شوفو يعني يجي روعة يجي خفيف وهشيش. ما تنساوش ديروا جملة فيديو ونتلقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.